وللحديث عن استهداف الاحتلال الصهيوني لمقار المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، معنا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين عبر سكايب. مرحبا بك دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. يعني الاحتلال يدعي أن تلك المباني كانت تحتوي على مكاتب للمقاومة، بينما في الحقيقة، وهذا ما يعرفه الشعب الفلسطيني وكل متابع، أنها تحتوي على مكاتب ومؤسسات لقنوات فضائية وحتى لبعض الوكالات العالمية. كيف تعلقون على استهداف الاحتلال لوسائل الإعلام بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. العدو الأول لهؤلاء المجرمين ولكل قوى احتلالية هي وسائل الإعلام التي تنقل الصورة كما هي وتكشف الحقائق للرأي العام وتفضح هذه الانتهاكات وهذه الجرائم. ولذلك نرى أنه يقوم بمحاولة تكميم الأفواه بكل السبل. ولما كانت وسائل الإعلام الفضائية، التلفزيون خاصة، وسائل إعلام مشهودة ومشهورة ومثل قناة الجزيرة التي استهدفت في مثل هذه الغارات يوم أمس، التي تنقل ويتابعها العديد من المشاهدين في أرجاء العالم العربي بل العالم الإسلامي وغيره، فلذلك نجدهم أنه يتخذون مثل هذه الخطوات كنوع من أنواع تكميم الأفواه والتعتيم على الصورة، معتقدين أنه بهذه الخطوة ينجون أو يتسترون على بعض الجرائم التي يرتكبونها، متناسين أن وسائل الإعلام اليوم لم تعد محدودة ومحصورة بمثل هذه القنوات. وربما يكون هو هذا أيضا، هذا القصف هو نوع من أنواع العقوبة لهذه القناة أو تلك الوسيلة الإعلامية التي قامت بجهد إعلامي وغيرها من القنوات بجهود إعلامية لكشف الحقائق وتبيينها للرأي العام عموما. ومع ذلك دكتور، نلاحظ أن تلك القنوات والمؤسسات الإعلامية نجحت وما تزال تنجح في نقطتين. الأولى هي نقل جرائم الاحتلال وفضحه أمام العالم بكل اللغات، والثانية في تعظيم قوة المقاومة التي استطاعت أن تغطي الأرض المحتلة في فلسطين. نعم، وهذين الجانبين هما الذي يغيظ هذا العدو، يغيظ الكيان الصهيوني. فما تم نقله خلال الأيام الماضية من عمر هذه المعركة أثبت للرأي العام عموما، للعالم أجمع، أولا فشل هذا الكيان الصهيوني، فشل آلته العسكرية، وفشل ما كان يتبجح به، ولا سيما القبة، ما يسمى بالقبة الحديدية، فشلها في التصدي لصواريخ المقاومة على صغر حجمها وعلى قلة إمكانياتها ومداياتها وقوتها التدميرية. لكنها أثبت هذا الإعلام أن هذه الصواريخ البسيطة قد استطاعت الوصول إلى أهدافها وأثرت تأثيرا كبيرا. فمن جانب هي أيضا أثبت لهذا الإعلام، أثبت فشل الكبير لهذه الآلة العسكرية. الأمر الثاني، فضح هذه الانتهاكات التي يرتكبها، سواء ما يرتكبه في القدس، في الشيخ جراح، في بقية الأماكن التي قامت صهاينة العصابات الصهيونية من المستوطنين بحماية القوات الرسمية العسكرية، بحمايتهم من اعتداءات وانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء، كما أنها فضحت انتهاكاته أو جرائمه، جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة بقصفه للأهداف المدنية وما وقع من ضحايا من المدنيين من أطفال ومن نساء وغيرها. هذا كله ما واجب الإعلام، هو الواجب الحقيقي للإعلام، هذه رسالتها، رسالة الإعلام. لكنها لأنها رسالة صحيحة وقامت بدورها فهي تغيظ العدو، وكان لهذا الإعلام دور في المعركة كما يقال. نعم، حتى دكتور في نقطة مهمة في الحقيقة، يعني حتى قبل المواجهة الحالية والمعركة الحالية المسلحة مع الاحتلال،
كان هناك دور كبير للإعلام أيضا في نقل مجريات الأحداث في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك في نهاية شهر رمضان، ولاحظنا أنه هذا العمل الإعلامي الفلسطيني والعربي والعالمي حرك القضية وأحدث تفاعل في صفوف الأمة العربية والإسلامية مع هذه القضية. نعم، لأنه هو أوصل الصوت، أوصل الحقيقة إلى العالم، أوصل حقيقة ما يجري من انتهاكات في المسجد الأقصى وفي القدس عموما، ومن انتهاكات بحق أبناء هذا الحي، حي الشيخ جراح. فلذلك هذه الحقيقة لما نقلت كما هي فقد تحركت الضمائر الحية لدى الأمة عموما، سواء في داخل فلسطين أو خارجه من عموم العالم الإسلامي، لمناصرة إخوانهم ومناصرة الحق حتى من غير المسلمين، لأن القضية قضية إسلامية من جهة وإنسانية من جانب آخر. وما تقوم به القوات الصهيونية والمستوطنين، العصابات المستوطنين، عصابات الصهيونية من المستوطنين وغيرهم، هي مخالفة للقوانين الدولية والانتهاك لصريح العهود الدولية والمواثيق الدولية. في المقابل دكتور، نلاحظ أن هناك بعض الدول في العالم من الدول المنافقة تتضامن مع الاحتلال وتعكس صورة غير حقيقية. ما أهمية أن يتصدر العرب والمسلمون والفلسطينيون على رأسهم لأن يكون لديهم وسائل إعلام ناطقة بلغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية والألمانية وغيرها؟ يعني أعتقد أنه إلى هذه اللحظة هذه الأصوات المناصرة للصهاينة ومناصرة لعصاباتهم والمحاولة أن تزيف الحقائق هي اليوم في معركة خاسرة أمام الصوت الحق الذي على. فوسائل الإعلام الصادقة التي تقوم بواجبها في نقل الحقائق كما هي وفي مناصرة أهل الحق وكشف أهل الباطل، أظن أنها هذه هي جانب آخر من جوانب المعركة قد انتصرت فيها هذه الوسائل على تلك الوسائل الإعلامية الأخرى. أما من يتبع ويناصر هذا الكيان ويسير في ركابه، فأيضا ربما من نتائج هذه المعارك الأخيرة هي كشف زيف هؤلاء وفضح عوارهم وفضح يعني دناءتي، ولا أعرف ماذا يوصف، يعني مؤامرة، خيانة، ما يقومون به تجاه قضيتهم الأولى، قضية فلسطين، قضية الأمة عموما. هناك موضوع مهم وهو جوهر النقاش الدكتور الآن والحديث، وهو أن هذه الأحداث أعادت البوصلة من جديد لفلسطين التي لا يختلف عليها. صحيح أن الأمة يمكن أن تختلف على كثير من القضايا، ولكن قضية فلسطين والقدس هي التي تجمع أبناء الأمة العربية والإسلامية. كيف يمكن أن نستثمر اليوم هذه المعركة في إعادة توحيد جهود الأمة من أجل دعم قضية فلسطين؟ حقيقة هي يعني لا يحتاج إلى جهود كبيرة، هي بمجرد أنه نقلت الصورة على حقيقتها ثبت لدينا المعدن الحقيقي للأمة. نعم. وثبت لدينا أن الوعي موجود لدى الشعوب العربية والإسلامية، ولذلك أثبتت هذه الأحداث فشل المشاريع، مشاريع التطبيع والتخذيل للأمة. فبعد سنوات بذلت فيها الأموال وأنفقت فيها الأموال وبذلت فيها جهود كبيرة، واعتقد أصحاب هذه المشاريع أنهم استطاعوا ترضيخ الأمة وتخذيلها، وأنه استطاعوا أن يفصلوا الأمة أو يقسموا جسد الأمة. نعم. إلى مشاكل هنا وهناك، ثبت العكس من ذلك، فالوعي لا يزال كبير لدى الأمة، وبهذا الوعي إن شاء الله تعالى سيكون النصر. لذا هنا يأتي قضية الإعلام ودوره في هذا الوعي الصحيح وتثبيت الناس عليهم وإعادتهم إلى حقيقة ما يجب أن يقوموا به. نعم. تجاه قضاياهم. شكرا لك دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب.